لو سروال. من بين هذه الزوايا خطت حكايات كل منهم، ما بين الفينة والأخرى تعالت أصوات ضحكاتهم وذرفت أدمعهم شوقا. واليوم جئت أذرف دمع الوداع محملا بذكريات أحتضنها، مكان زاهي بألوانه الباهية، جميعها تبدو في عيني أحادية اليوم. كل شيء يبدو أحادية من هنا. صفقت بحرارة لأنامل خطت إبداعها من هنا. قرأت رسائلا بعثت واستقبلها بريد محبتنا، كان ثمن إيصالها الوحيد أنها رأس المال. أبعث اليوم رسائلا يستقبلها بريد محبتكم، رأس مالنا القديم والمذخور لغد وما بعد غد. أرفع يد الوداع ملوحا، ما كان ذاك اختياري. أرفع يد الوداع ملوحا، ما كان ذلك اختياري. أنا صحت من الفرقة، أنا صحت من الفرقة، وعز الله إنها جات. يسعد عين ما تفارق حبايبها. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام. في ختام فقرة رأس المال، أنا عادل بن هيف أحييكم بتحية يملؤها التقدير وبين قوسين الحزن وبين قوسين تحتها 1,000,000,000 خط الاحترام والمحبة. في البداية دعوني باسمكم مشاهدين الكرام أن نرحب بنجوم هالليلة وكل ليلة، نجوم متسابقين البزنس. الله يحييكم يا شباب. إنا نسمعكم نشوف الإبداع نشوف الإمتاع، الفقرة فقرتكم وحنا نسمعكم نشوف الإبداع. سلام ورحمة الله، سلام نظر يا جماعة، خلوا السلام نظر، مرحبا ومسهلا. كل واحد يجلس في المكان اللي يبيه، خذ راحتكم. يا مرحبا يا مرحبا، والله مسهلا، يا مرحبا مرحبا. أرحب يا عبد الله، شلونك؟ يا مرحبا والله مسهلا، يا مرحبا. ونهنيكم بالعقلان، عودة زملائكم الباقيين، مرحبا ومسهلا يا عبد الله. أبد خذ راحتك. أول شيء مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ الله يعافيك. عساكم طيبين. ونبارك لكم عودة الشباب. الله يبارك فيك. وأكيد أن الشباب، وأكيد أن الشباب اللي رجعوا انقلوا لكم أصداء البرنامج خارج أسوار هذه القرية. جداً. نعم. ومما يعطيكم دافع أنكم تعطون في قادم الأيام. صحيح ان الايام الباقيه بسيطه جدا، ولكن في بموقف واحد قد تصنع ما يصنعه شخص في ايام. يا سلام. ولا لا يا عبد الله؟ صح. اسمع منك شيء يا عبد الله، ابي اسمع من اللي رجعوا اذا تعذروا لي يا جماعه. خذ راحتك. كلنا مشتاقين لك. تفضل يا عبد الله. سؤالك ابو وهيب سفوري، شعورك انت الان وانت كنت خارج القريه ثم رجعت؟ هو شيء شكر القناه الواقع واداره وكيان ومالك للعموم إعلاميين والقائمين على القناة هذه اللي عرفتنا على الجمهور يوم طلعنا. والله نحن ما يعني مهم ما توقعنا، لكن الإقبال القوي اللي على البرنامج، برنامج بزنس، الأرقام تشهد، الجمهور اللي برا يشهد، والله أنه إقبال عليه وأكثر وأكثر، وكل ما زاد يوم كل ما زادوا جماهيريته اللي لقناهم برا، وعينا المحبة وعينا الإعجاب من المشيدين من الجماهير ومن الربع ولا غير الربع. ناس والله من ربعنا ما نعرفهم عرفونا من القناة. تستاهلون والله يا. فإقبال إقبال على القناة كبير، إعجاب الجمهور كبير، محبة كبيرة، ناس والله لكم للجميع طبعاً، مو بالنا إحنا اللي طلعنا. صحيح. للجميع. فالعودة واشتياق للبث وللإخوان ذولا وإصرار الجماهير اللي برا
لازم لازم ترجع فلان، لازم ترجع فلان، لازم. هذا ندلدل على وفاهم ومحبتهم للي يشجعونه. بيض الله وجهك يا عبد الله الرزقي. سلمان العنزي يا مرحبا بك ابو هيف. اول حاجه صراحه فرحانين برجوعنا لاخويانا، وفرحانين حتى يعني يوم من طلعنا واجهنا جمهور عظيم، وجمهور مو بس جمهور سلمان العنزي ولا جمهور الشباب كلهم. اي والله حتى يوم من كنا برا يوصونا حتى على الشباب، قالوا اذا رجعتوا وصلونا سلام ووصلونا عن بعض الاشياء اللي يسوونها. اي والله صراحه جمهورنا لو نشكره مني بعدين ما نوفي حقه صراحه. اي والله عبد الله الشمري. للأمانة انا نقلت صوره البارح لاخواني، ولا ازيد على كلام اخوي سلمان ولا عبد الله رزقي ابو شايع ولا عليك امر، بس نقلت لهم تسمح لي بس عبد الله الشمري بسمع منك. بيض الله وجهك لكن عشان ممكن الدخان ياثر على جوده الاخراج. بيض الله وجهك يا ابو شايع، والله لا يهينك، الله لا يهينك يا عبد الله. تفضل يا عبد الله الشمري، معلش قاطعتك. اللي يقول لك انا نقلت لهم صوره للزملاء اللي هنا. للأمانة البرنامج عليها اقبال جدا كويس ومتابع بشكل كبير من فئات كبيره سواء كبيره او صغير، فيدققون حتى على الحركات البسيطه. انا ولد خالي شخصيا رقيت انا وابو عوض عسى ربي يطول عمره، رقينا فوق تمام، وتخبر كلنا نلعب ومن باب يعني فاضيين، ورقيت قمنا نطقطق نمزح. رجعت عند خالي قال والله ان ولدي راقي فوق الخيمه، لو طاح ولا وقع كلها منك انت. كان يعني ما حطيت براسي يعني ان الاطفال بيقلدوننا ولا. فوصلت رساله البارح للشباب قلت يعني حركاتكم كلها منقوله وكلها يعني صغار السن يقلدونكم، فحاول انك تطلع احلى ما عندك، يعني حاول تنقل صوره كويسه للاطفال. فجمهور جدا عظيم وقناه عظيمه، وشكر يعني للقناه على اتاحه الفرصه اللي رجعتنا لاخواننا. فانا للامانه محظوظ برجعتي واشوف وجهها الطيبه هذه. بيض الله وجهك، وطنها دائما وفيه لابنائها. الله يطول عمرك. الابناء اللي وافين للكيان، الكيان يبادرهم بالمثل. طبعا قبل ان نطلع للمونتاج اللي تقريبا جاهز هو معنا، انا ودي اسال اذا تسمحوا لي عبد الله الكريعاني وش تتوقع في الظروف هذه؟ كلمه، ابي كلمه بس منك. كلمه لنا؟ ايه لا كلمات لنا، ابي كلمه وش تتوقع موجود في الظروف هذه؟ هذا طال عمرك سبرايز، هي مفاجاه. مفاجاه طال عمرك هي مفاجاه، ووجه خير ولا تجيب الا الله يرضى قدرك. لكن اتوقع انها يعني عبارات كتبناها احنا او شيء لنا. تتوقع عبارات؟ طيب فينا رسائل من الامهات وانت من الاباء او من اخوان كبار كذا. اتوقع يا ابو هيف. انا اتوقع فلوس يا ابو هيف. اتوقع ابشرك انها اغلى من الفلوس احسها يا ابو طيب. هيف لبيه يا اباك، يا رسائل للجمهور يا امنيات. طيب كذلك يا احمد العوض الله يهنون اخواني، كذلك انتم مشاهدين الكرام شاركوا في التاج ممتاز، وعطونا توقعاتكم ما هو موجود في هذه الاظرف والتي سوف تفتح فيما قبل ختام الحلقة اليوم. في كثير من المفاجآت اللي لكم على عادل وأسرة فريق رأس المال، إن احنا نسعدكم نرضيكم نرضي الشباب اللي هم تاج على رؤوسنا جميعا لما يقدمونه من جهود تذكر فتشكر. حنا في فقرة رأس المال مشاهدين الكرام لا نتحدث إلا بلغة الأرقام، ولغة الأرقام لا تكذب. خلونا نشوف شيء من إحصائيات فقرة رأس المال طيلة الحلقات الماضية باستثناء حلقة الليلة. الأرقام هذه تعنيك أنت مشاهدنا الكريم. ليش؟ لأنها إنجازك أنت. قلنا من قبل ونقول الآن وراح نقول من بعد إن كانت هذه الفقرة منك ولك وأنت من يساهم في إعدادها. خلونا نستوضح نيوكم المونتاج القادم إحصائيات فقرة رأس المال، نرجع لكم. خلينا نشوف المونتاج الجماعي يا ربع فردي تندون هذا حمته من متى بنسحب دخيل. قلنا جاك مونتاج بس فريق دعمك عليه لكني ما قلت حاجه ضايقتها. قصتك ملك بشر، لو اطلع قلبي لها ما تفي. يا سلام يا عبد الله مشاعرك وصلت اكيد غدا عطيه. Again. على حقنا.
بعذوبة الكلمات العربية وبجمال خطها ننسج اليوم عباراتنا الأخيرة يملأها وافر امتناننا لكم يا رأس مالنا والكنز الحقيقي لجميع الحلقات. كنتم ولا زلتم الوقود الحقيقي الذي نعتز به ونسعى للظهور لأجله بأفضل حلة. معكم حققنا سويا إنجازات يشار إليها بالبنان وحطمنا الأرقام بداية من محصلة مشاهدات البث المباشر خلال الفقرة أكثر من 65 ألف مشاهدة، مشاهدات مقاطع الفقرة في اليوتيوب أكثر من 500,000، مجموع رسائل الجمهور في تويتر أكثر من 13 ألف تغريدة، عدد الرسائل على الإيميل أكثر من 5,000 مونتاج، عرض منها 196 مقطع وعرض 245 تغريدة خلال 13 يوما بمقابل 14 ساعة على مدار 3 أشهر. بكم الكيان يفخر، فكم شاركتم فرحة وكم جبرتم كربة، واليوم نزف مشاعر الوداع آملين أننا تركنا خلفنا شيئا مختلفا لأجلكم. مع وافر الود أسرة رأس المال. مثل ما شفتوا مشاهدي الكرام، هذه الإنجازات حقيقة أقولها وأنا راسي مرفوع والشباب جميعهم رؤوسهم مرفوعة. هذا إنجازك أنت مشاهدنا الكريم، أرقامك أنت، التغريدات أنت اللي كتبتها، والمشاهدات أنت كنت سببا رئيسيا في عملية تصاعدها المستمر من أول فقرة إلى ما قبل الختام. فكلمة شكرا لا توفيك حقك، خلونا نأجل الشكر لآخر الحلقة. أسمع من عبد الله الفريدي وبعدها من أبو عماد. أول شيء أقول شكرا 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 من أعماق قلبي، وباسمي وباسم الشباب الكل من صمم وكل من تعب، يعني صراحة أرقام خيالية واللي عرض منها شيء بسيط، هذا دليل أن الفقرة محبوبة لدى الجماهير قبل تكون محبوبة لنا حنا متسابقين، وأن فيها تفاعل كبير وكثير على هالفقرة. أنا أقول تعبناهم معنا، يعني جمايلهم وفضايلهم علينا كثير، وإن شاء الله أن حنا نردها لهم ونسعدهم ونسرهم. وأقول ما قصر اللي صمم المونتاج واللي تعب على الشغل هذا، وأقول أبو عبيان جعله صوت ما ينقطع، أبدعت يا عين أخوك، ومن نجاح لنجاح يا حبيبي. أنت سبقتني يا عبد الله وبرجع لمحمد العبيان، أسمع منك أبو عماد. كم ترحيب كثير، هو اولا نحيي راس مالنا وراس مال الجميع وراس مال اي ناجح في الحياه. مستحيل انك تحقق نجاح اذا ما كان عندك راس مال اولا. ثانيا 196 مقطع و245 تغريده و14 ساعه فقط واكثر من 500,000 مشاهده، هذه ارقام يعني فلكيه، وارقام اشوف ان الجمهور يستاهلها وإننا نحن نستاهلها إن شاء الله. وبعون الله نعرف أن المقصد من متابعة الجمهور لنا أنهم يستمتعون، فحقهم وفوه اللي هو بالمشاركة والمساندتنا، وحقنا عليهم نمتعهم سواء في البرنامج ولا خارج البرنامج. بيض الله وجهك يا أبو عماد. نروح محمد العبيان، مساكم الله بالخير جميعا، كيف حالكم؟ ورطتني يا مخرج أوريك أنا. طيب محمد العبيان تفضل. يا مرحبا ومسهلا يا أبو هيف. الصراحة والله اني مبسوط جدا، والف شكر للجمهور اللي ما قصر معنا من بدايه البرنامج الى وقتنا الان، وهم قاعدين يتعبون ويضحون بوقتهم عشاننا، فالشكر موصول لكم لا انخلا ولا انعدم. والله العظيم انه يعني تقريبا اذا شفنا المقاطع اجزم على كل العيال ان مبسوطين جميعا، ويعطينا دافع كويس وطابع كويس بالنسبه لنا كبقائنا في البرنامج. وبنفس الوقت الفويس اوفر هذا كان اول تجربه لي. كيف شفتها؟ والله العظيم تجربه جميله جدا، واقدر اقول لكم لسه ما شفتوا شيء. بيض الله وجهك يا محمد العبيان. صراحه الشيء محمد الشيء اللي على ما قيل لك يا ابو هيف وللجميع وللجمهور، نسويهم لو حتى يبون عيوننا اعطناهم اياه. والله العظيم يا محمد. بعدين خلينا نقول كلمه في الخاطر قبل ان نستعرض تغريدات مشاهدينا الكرام. ترى البرامج الواقعيه ميزتها، مثل أبو سحاب في فقرة خذا كاش قال أنا جيت شاعر وبطلع شاعر ومنشد. ترى ميزة البرامج الواقعية صراحة أنك تجي بموهبة وتخرج بموهبة أنت ما كنت تدري عنها. يعني ما كنا نعرف أن موهبة الفويس أوفر موجود عند محمد العبيان، ما شاء الله تبارك الله طبقة صوت عظيمة جدا.
اذا استغلها بشكل صحيح ما شاء الله تبارك الله. والكثير منكم يا جماعه الخير، واتمنى انكم تحافظون على البالونات لانها اليوم ايضا هي راس المال. ايه طيب، خلونا مشاهدي الكرام نستعرض تغريداتكم. احمد العوض استاذنك بس خلها عندك بس كذا، ممتاز، بيض الله وجهك. طيب خلونا مشاهدي الكرام نستعرض تغريداتكم ومشاعركم تجاه نجوم البزنس، مشاعر وداعية. طيب تسمحوا لي أقرأ، أستأذنكم. التغريدة الأولى تقول: كيف خليتني عقب الجماعة وحيد؟ نسمعها منكم كثير والحين إحنا اللي نقولها لكم. أيام وساعات كثيرة عدت وحنا مبسوطين معكم، كثير خرجوا من البرنامج لكن بقيتم أنتم يا العشرة، أو بمسمى آخر يا النخبة. تميزتم، تألقتم، تجليتم، حلقتم، غردتم، أثبتتم بأنكم نسخة فارقة. ختاما يا هل البزنس. نروح للتغريدة اللي بعدها تقول: تأكدوا أنكم كنتوا سبب لكثير من أفراحنا وتطلعونا من جو الروتين، وتعودنا عليكم مثل ما أنتم تعودتوا على بعض، والوداع علينا صعب وكايد، ونستشهد بأبيات الشاعر اللي يصف الحال: كنت ناظر للفراق بنص عين لين داهمنا الفراق مداهمة. الله يا محسن يا بن تركي، نوجه له تحية. ونروح للتغريدة اللي بعدها: 100 يوم مرت بحلوها ومرها، ما أقول إلا الله يصبرنا على فراقكم وفراق البرنامج، تعودنا عليكم جدا لدرجة حتى جدولنا بالبيت تغير وصار مرتبط بالبرنامج وفقراته. ربي يسعدكم سعادة أبدية مثل ما أسعدتونا بإبداعكم وعطائكم طيلة الأشهر الماضية. جمهوركم المحب من جمهورية السودان. نروح للتغريدة اللي بعدها تقول: بزنس في وسط هذا الزحام، لم أتوقع أن تنال من قلبي بجمال بصيصك، لن أقول وداعا بل مرحبا بمن سكن في رف الذكريات الجميلة. الله يا سارة. طبعا أنا أتعمد أني ما أذكر أسماء الحسابات لأن التغريدات هذه نيابة عن جميع الجماهير من متابعي البزنس. هنا تقول التغريدة: عندي إحساس أبي أني بعدكم في ضياع، بعدكم يمكن أفقد بهجتي والسرور، وداعا للنسخة المختلفة والاستثنائية، أبدعوا بعطائهم، أسعدوا كل من يشاهدهم، تميزوا بأخوتهم بمساندتهم لبعض، اختلفوا بوجهات النظر وبقوا متمسكين بعمق صداقتهم، عشنا معهم تفاصيل جميلة لا تنسى، وداعا وداعا أبطال البزنس. هنا تقول: نسخة ما مرت علينا مرور الكرام، بنفقد حلطمة العوض الممتعة وعفوية الكيرعاني ومناقرات سيف والروقي وفوضى وشغب الفارع، بنفقد الأصوات الممتعة على عبيان وزايد وبشاشة عثمان وتفرد الفريدي، باختصار بنفقد مصلط وإخوانه. ودعناكم الله، ودعناكم الله. نشوف التغريدة اللي بعدها تقول: 110 أيام ما بين فرح وترح عشناها معكم، مجموعة متناغمة لها طابع مختلف، شارفتم على الانطلاق للإعلام ومصاعبه. نصيحة الختام: راقبوا الله في مسيرتكم القادمة واستشعروا أمانة جمهوركم وما ستقدمونه لهم، وتذكروا حديث الرسول: اللهم صلي وسلم على نبيك محمد، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اللهم صلي وسلم على رسول الله. هنا تقول: أجمل ليالي الوقت نقضيها معه، وفعلا كانت أجمل الليالي اللي أسعدتنا كثير، عشنا من خلف الشاشة لحظات حزن وفرح، كنتم ولا زلتم النسخة اللي شعارها الخوة اللي في زمننا ما تبور، وخوة الطيب رصيد ما يقل، شفنا عمق خوتكم وصداقتكم الفارقة. شكرا يا النسخة اللي يصعب تجي نسخة زيها، فالكم التوفيق. لجميع المتسابقين
أنت بدون مركز ناجح. حطوا تحت التغريدة هذه يا جماعة الخير أو السطر هذا 100,000 خط. أنت بدون مركز ناجح. لا ينكسر خاطرك أو يجي ببالك أن المركز سبب نجوميتك. ترى والله فيه برامج كثيرة سابقة نسينا أصحاب المراكز، ما نذكر إلا أسماء بعض المتسابقين اللي أثبتوا وجودهم بالبرنامج. وفالكم التوفيق والتيسير يا كريم. نستعرض آخر تغريدة من الأخت منار تقول: والله إن بعض الأحيان تخوننا المشاعر والكلمات وتكون قليلة في التعبير عن الحزن، سواء في لحظة وداع أو في مكان تعودنا عليه، لكن والله إنكم ما قصرتوا وإنكم تحملتوا وكنتوا قد هذه المسؤولية. رغم بعدكم عن أهاليكم نكتفي فقط بجملة: يا أهل البزنس كفو، استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعتك الله يا أبو سحاب أنت والشباب الباقين، استودعتك الله زاد بن سابر، مساك الله بخير، كيف حالك؟ أبو حيف أدانك الله. خلوني أسمع من سيف المطيري وأسمع أيضا من مسلط الجبلي تعليق فيما رأيته. يا مرحبا أو سمعت. يا مرحبا يا أبو هيف. الله يبيك. والله يا أبو هيف إن الكلام واجد، بالذات مشاعرهم الطيبة لنا. والله العظيم إني ودي إني مطلع من هالمكان ذا، ولكن لا تذكرت أهلي وراي أقول لازم إني يمشي. فالله يرحم والديكم على مشاعركم الطيبة، وإن شاء الله إن أخوتنا ما راح تنقطع مع الأيام يعني ولا توقف، أخوتنا بالبرنامج وبرا البرنامج، وإن شاء الله راح تشوفون طلعاتنا مع بعض وروحاتنا مع بعض وجياتنا والعزبة بعد ومناقراتنا، فلا تشيلون هم. والله العظيم إنه وجيه العيال متغيرة الأيام هذه، إن بنمشي وخلاص وولهم العيال كل أبوهم. فالله أسمعوا، فالله يستر علينا وعليكم ويرحم والديكم. والله العظيم إنكم أسعدتونا سعادة ما تتصورون إيش كثر. شكرا لكم. بيض ربك شكرا سيف. وصلت. الله يسعدك يا أبو هيف. هذا أول شيء. الشيء الثاني، الجمهور كلمات الشكر ما توفي حقه، واقفين معنا، جروبات الدعم شغالة ليل نهار، وبإذن الواحد الأحد حنا على نهاية البرنامج، بإذن الواحد الأحد إن نتوج تعبهم بالمراكز اللي تليق فيهم، والله يعطيهم العافية. وعلى ما قال: كنت ناظر للفراق بنص عين، لين داهمنا الفراق مداهمة، كنت ناظر للفراق بنص عين، لين داهمنا الفراق مداهمة. شكرا. مرواح السنين اللي كانت بالفراق مساهمة، اللي كانت بالفراق. هذه كانت دعسة علي الجعيدي يوم بداية التقديم. شكرا بحجم السماء للجمهور العظيم. الله يعطيهم العافية ويبيض وجيههم ويسعدهم، وحنا مقبلين على شهر خير، الله يبلغنا وياهم صيام هالشهر وقيامه، يجعلنا وياهم الاعتقاء من النار. آمين يا رب يا كريم. طيب وش رايك بما انك تطرقت للبيت وبيسمع من ابو سحاب مره ثانيه؟ سمعني يا ابو سحاب، بيسمع صوتك ابو سحاب البيت وش يقول اللي قريناه. اي بيت. كنت خاف الفراق. كنت ناظر للفراق بنص عين، لين داهمنا الفراق مداهمه، راحه والغالين مرواح السنين اللي كانت بالفراق مساهمه، الى اخره. والله ما الله يا حبيبي، هذه يا حبيبه برا بعدين الحين نتكلم. طيب على طار الفراق ابو سحاب ولا يهون الشباب الباقيين، خلونا نستعرض إبداعات جمهور البزنس ومنتجات وداعية. تمضي بين الأيام ولا يبقى لنا منها سوى الذكريات. جميلة هي تلك الأحداث اللطيفة التي صنعتها اجتماعاتنا وضحكاتنا ودمعاتنا. نعم أكينا فرحا لتفريج كربة وسداد دين. مسفر، لقد تعاوننا جميعا حتى جعلنا تلك الدموع الصادقة تسقط فرحا. يتسدد دين مسفر برميثة. ولا أعتقد أن هناك فرحة أشد من فرحتك يا سيف باكتمال وقف يسعد يتيما بقي وحيدا في دنيا، فأقسمت ألا خروج لك ولا هنا حتى تكتمل فرحتك بفرحة ذلك اليتيم. كما نبشر حتى الهدايا والحماس في تغليفها بحبنا وحناننا، لأننا موقنين أن هناك طفلا صغيرا سيكون أشد سعادة مننا بها ونحن نغلفها. تلك الأيام اللطيفة وتلك الأفراح الكبيرة بعد عناء طويل وشاق، والوصول لنهاية المطاف
لنفتخر بنجاح كبير ونهاية سعيدة بعد ذلك الطريق الطويل. أحمد وعبد الرحمن، كنا أشد سعادة منكما بتخرجكما ونجاحكما، ولا تخلو الذكريات من بعض المشاكسات الصغيرة. فنومنا على الأرض في ذلك اليوم والنظر إلى السماء وبعض الحكايات الجميلة، وتحت سماء بزنزنا وفي غير أراضي في صحراء واسعة تركنا أثرنا أيضا بنشيد وطبخات وضحكاء. ومن أجمل ذكرياتنا ذلك اليوم الذي كنا فيه على أهب استعداد لفض ضلع من أضلع القرية، حتى أتت تلك الغيمة الكبيرة التي أظلتنا جميعا بخبرها الذي أسعدنا. نعم، قيمة الأستاذ الكبير زياد الشهري وخبر تعيينه مديرا جديدا لصرحنا الشامل. لنفرح أيضا بإلغاء البرايم وتبقى أعمدة القرية كما هي. كل ذلك جرى تحت أعين 100 مليون مشاهد أحبنا وأحببنا، وتشاركنا أحزاننا وأفراحنا سويا. حقا نسخة البزنس غير. الله يعطيكم العافية جميعا. طب خلونا نستعرض المنتجات بشكل متوالي مشاهدينا الكرام. خلونا نطلع للمونتاج الثاني ونشوف إبداعاتكم. ضحكنا بكينا وعشنا معا، ولا بد يا قوم أن نرتحل، فهذه هي أقدارنا قد أتت، وأرجو إلهي سماحا وحل. الله، نروح للمونتاج اللي بعده مشاهدين الكرام. خلونا نشوف المونتاج اللي بعد المونتاج الثاني. القرية يوجد في المطبخ مقادير هس خسرون سخن صفر الوقت هس أخوهم شايف الشيخة هس أسرهم مساعدين هس ضيوف الثغرة هس أشخاص كيف يأخذ هكاش انتقاد الدروازة في مشاركات ضيوف مساءات مشايخ وتداخلات ومواضيع هادفة وحقة علي بروية والمحامية الخديجة الحربي الثورة المغسلتين اسم الله يعني رب العالمين يذكرني جلست يوم الاثنين بعد المغرب مع الشيخ ياسين فقرات الجمهور رأس المال مع أبو هيف وداخلات مقاطع تغريدات رأس الفي آي بي صارت البي اي بي اللي فيها الشيخ وتنقذ عمرك من ابراهيم الديلمة تحديد المصير ترقد ذاك اليوم ولا ما ترقد كوابيس وفواجيس كانك سلمت انبسط حزن اخوياك ابراهيم يوم لا ينفع لا مال ولا بنون يوم السبت الكئيب ناس باحلين ناس باقيين شخص يودع شخص يحزن شخص يحزن شخص يحزن. الله يعطيكم ألف عافية مشاهدي الكرام. توقع احنا شفنا الآن ثلاث منتجات وتوقع كلنا شوق لإكمال هذه المنتجات لدرجة حتى الشباب قلت بياخذ منكم تعليق قالوا على رسلك أبو هيف بناخذ لبيه أبو هيف ضروري أول بداية نوصل سلامنا لأبو مدعث يستاهل اللي كان مقدم هذا المونتاج بصوته الجميل واللي صراحة والله يا بعد الفيديو إن ما عرفنا نحزن ولا ينصف يستاهل تحية أبو مدعث هو يبلغكم كذلك كثير السلام.
طبعا راح نستعرض منتجاتكم المتبقيه مشاهدينا الكرام، وبعدها ان شاء الله راح ناخذ تعليق من بعض نجومكم. الوداع يا ليت ما له لا ممر ولا طريق، لو الذي يخضع له الكون ويطاع فرق الحبايب يجعل القاسي رقيق. ها؟ طب خلنا اسمع منك فهد المفارع. والله العظيم يعني تزدحم الكلمات في تعبير هذا الموقف، وانا والله بعد ما شفت المقاطع هذه مشتاق وحزين، يعني ما اقدر ولا سيما اني اعبر في هذا الموقف بقصيده لن تحضرني الان، ولكن باذن الله اوعدكم في المرات القادمه. على قولك ما تكون مثل قصيده سيف. لا ان شاء الله سيف قال قد قال ماني بحافظها بعد يومين ان شاء الله، واليوم بقولها مرة 20 و 30 يوم. لا والله العظيم ان شيء اني على قولتهم يحز في الخاطر، اللي هو المقطع اللي شفناه الحين. والله اني ما ادري ايش اقول ولا اعرف اعبر، يعني حتى العيال تقلبت وجيههم. عبد الله فريدي يعني اول مره اشوفه. لا واضح انه مستوى حزين. والله العظيم اني مستوى حزين بعد المقطع، لكن الله يوفقنا وياهم، واذا يعني بقوا الشباب بعد البرنامج على وضعهم هذا احنا ان شاء الله امورنا زينه، واللي كلنا راح على فاله الله ان شاء الله يسهل دروبهم ويتوجهون في الجنه باذن الله. يتحدث فهد بن فارع وكانه سيودعنا اليوم. الله يستر امورك. خلونا نشوف المونتاج اللي بعدها يا جمهور الكريم. الله يعطيكم العافية جميعا. نروح للمونتاج اللي بعد المونتاج السابق، نستعرض فيه جزء قليل من كثير من إبداعاتكم. الله يعطيكم ألف 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 مليون عافية. قلوا أمين يا جماعة. اللهم أمين يا رب. طيب نسمع منك أبو سحاب، طالما أنك حاط رجل مروق وكذا أنك محضر لنا كلام. مساك الله بخير أبو هيف. الحقيقة يا أبو هيف عن الفقرة الكلام طويل. المنتجات. أنا الفقرة أنا بجيك فيها. أبجزع لك. لبيه. عن الفقرة الكلام طويل، فقرة ارتباطنا فيها وثيق. وعنك شخصيا مقدم رائع جدا يا ابو هيف ومتفرد،
وعن اللي كانوا خلف نجاح هالفقرة من مصممين ومصممات وأصحاب إنتاج ومونتاج وأصوات بيض الله وجيهم، لمساتهم أضفت الإبداع بشكل كبير على الفقرة. مارس اللي تبي تمارسه مارسه. وعن القصة الحقيقية يا أبو هيف إنه في نهاية المطاف وفي وداع، الموضوع كبير ولا يعبر عنه في لحظات، الوداع يستحق أنك تحترمه وتتكلم عنه بتفصيل، والحديث عن الوداع بالدموع وبالأرق وبالحزن وبالانفراد وبالعزلة ما هو بالحديث فقط. وغالبا يكون الصمت يا أبو هيف بعد حديث عن الوداع وتعبير عن الوداع. أنا حديثي طويل عن هالموضوع، نستكمله لاحقا. الله يعطيك العافية وابشر بالتصاميم. الله يعطيك العافية أبو سحاب، يعطيكم العافية جميعا. خلونا مشاهدي الكرام نستعرض المونتاج التالي والذي نحلق فيه سويا فوق سماء إبداعات جمهور البزنس. كل ما قدمت خطوة قلبي تراجع ورا، ذكريات تمر بلحظة نقدر أصدع عنها، الغيوم اللي بعيوني تستعد لأمطارها، حانت اللحظة الأخيرة وابتدينا فراقها. كانت أحلام البداية إن نوصل للنهاية، مرت بسرعة حكاية مع بعض حنا اسمها، الغريب إن عيني تدمع شي في صدري توجع، كل مكان يقول ارجع لا تخلى عننا. أنا لن أتحدث، سيتحدث عني زايد بن سابر. روح يا زايد. الله والله لحظة الإبداع هذه ما حد يحبها، لكن يا ولي في دمعكم في غياب رد لي، وادري ان دمعتك خوفا علي ومن غلاي، انت ممرضني وعارف المرض فيكم وفي الهبوب الباردة من كشفت في حشاي، والله كبدي عليكم عراوي هضمي، والمشارب غيرها رجعتك ما تقطع عظمي. طيب سلامتك. الله 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 يا ابو سابر، يسلمك. صح الله بدنك. ننتقل من زايد بن سابر وركن من أركان الجمال إلى ركن آخر كذلك من أركان الإبداع، ركنك أنت مشاهد الكريم، إبداعك أنت. خلونا نستعرض المونتاج التالي. يعطيكم العافية. كذلك محمد العبيان قال زايد بن سابر يتكلم بس يا أبوي، حول المايك علي، تفضل يا أبوي. الله يطول عمرك. أنا زايد على ما قال. طبعا محمد ما قال شيء عشان تكون مصر، محمد ما قال شيء، لكن أنا دائما استفز محمد لأني أحب محمد. الله يطول عمرك يرفع قدرك. والله العظيم المشاعر متلخبطة جدا، لكن تدور الأرض والدور السوالف والسنين تدور، وأنا لو أعرف اللي راح ما
الباقي يقولون القصيد شعور والشاعر بدون شعور، وأقول الله يعاقبني إذا ما هو من أعماقي بعد هذا رحلت ولا بقى إلا بيتك المهجور، ولا يا كبرى هلا من رحلت ومنزلك باقي تذكر يوم جيت من الحزن متضايق ومكسور، فرشت لك الضلوع وقلت لك يا سيد عشاقي خذ ضلوعي وبن فيها يسار الصدر بيت وسور، ترى ما فيه قبلك من سكن صدري وخفقي، ترى ما فيه قبلك من سكن صدري وخفقي. الله 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 يطول عمرك. يا جماعة الخير أنا أغرد وما أغرد وأحلق في نفس الوقت، ومن كان يحلق حتما سيغرد، نغرد ونحلق بين الأرض والسماء كوكبة من النجوم. أسأل الله جل في علا أن يوفقكم يا عيال كلكم كلكم، والله يا مبدع في مجاله، وأنا متأكد تماما أنكم أنتم الآن رسمتوا خطتكم لما بعد البرنامج، وهذا هو المهم، لأن جمهوركم راح ينتظركم خارج سوار هذه القرية، ونشهد لكم جمهور. خلونا نشوف المونتاج التالي. اللي معك متشابكين معك اخوانك العزاء ما هو على المكان، على ان المكان له ذكرى وله، بس عزاء على فرقه الشمس والله ان شاء الله، لان بعد 10 ايام انا اكلمك عن لا عن لا مو على اوكي احنا مع بعض 90% ما هو فيها خلاف، بس انا لحظات اكلمك عن الجمعه مع بعض عن التفاصيل، انا يجمعنا صباح يجمعنا نوم يجمعنا ضحك يجمعنا مزح يجمعنا غداء يجمعنا عشاء، بكره يمكن يجمعنا جلسه رسميه بعد ممكن تكون رسميه لقاء يجمعنا سناب شات يجمعنا تفاصيل معينه، بس انا كنت على كم من كم كبير الى كم ضئيل والله لا اثر، واقسم بالله اني يمكن من اسبوع او اكثر وانا كل ما الايام انكسرت اتوجه ضيقتي ما هي ضيقت شي عادي ما بي ضيقتي ضيقت مبارك تاه وسط المعمى الفرح يبخل علينا بس احنا نحتوي والجفا يلعب على صدري على راس اصبع يا صديقا يا العمر مرة واللقاء. ابو سحاب قال طالما انك جبت طار السماء والسحاب له ارتباط وثيق بالسماء، قول عطني المايك. انا اقول خبروهني على وصل حييت وانت فارقنا ترى موتي دنا لرفيق يوم روح ما سليت يا علم الله تو ما شفت العنا يا علم الله تو ما شفت العنا سلامتك الله يطول عمرك والله وخل جماعة الخير طيب خلوني يا جماعة الخير بيض الله وجهك ابو سحاب حلق انت مبدع والله صوتك ترى يطربني جدا والله العظيم اني صادق ابو سحاب ما هو عشان قلت جنب فهد وفارس تحسب اني خايف لا ما عليك طيب انت ابو سحاب تكلمت عن الاخوه والصداقه وحتى ايام ما كنا نعرض المونتاج السابق كان يتحدث ابو سحاب انه راح نبتعد وراح نفترق فكان يوم جاب طاري الابتعاد ابو سحاب لامس جرحا غائرا في قلب مين يا جماعه الخير في قلب عبد الله الفريدي عبد الله لا تبتعد أرجوك عذبتني وياك عذبتني وياك مدري تبي قربي
ولا تبيه ننساك ولا تبي ننساك لا ليلى 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 محتار انا وشلون تقوى على فرقاي ما انت على خبري خبري ما انت ابد وياي محتار انا وشلون تقوى على فرقاي ما انت على خبري خبري ما انت ابد وياي وانا كلام الشوق والحب والمعشوق والحب والمعشوق يا ليلى 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 لا ليلى ليلى لا 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 ليلى ليلى لا 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 شحاب معنا وقت ابو شحاب حنا لا خلاص يا ليلى ليلى تاخذ بالطوش وتكمل يا اخوي عندنا وقت لا يكمل ابو شحاب جالس عبد الله فريدي والله ما شاء الله تبارك الله الله يطول بعمرك ابلغ وصف في الشخص المبدع ما هي قصيده ولا هو كلام منمق فقط قل ما شاء الله تبارك الله يطول بعمرك شهاده اعتز فيها يا حبيبي اخ يا اشين طال الفراق خلونا نشوف المونتاج الاخير هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم اتنا القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عاملة بشاذلية ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة عيال حنا عندنا مصيبة يا مشاهدين الكرام عندنا مصيبة البالونات هذه مسببة ربك لنا اللي قاعد يفك واللي قاعد يربط واللي يعطي رأي صلوا على رسول الله عطنا كلوز مخرجنا عطنا كلوز مخرجنا وعلى الكامر نشوف الطريقة الإبداعية في كيفية كيف نفك خيوط البالونات طيب أحمد العوض صل على رسول الله طيب ابيك تمر بس على الشباب كل واحد ياخذ ظرفه ياخذ ظرفه بدون ما يفتحه اتمنى انا عارف كل واحد ياخذ ظرفه للظروف عليها اسماء يا جماعه دور اسم كل في ظهر الظرف موجود اسمك انا عندك يا احمد ما قلت لك اسمك انا طلعت فيا انت انت مستعجل شوي اخذ اثنين يا ليت ما شايد يلا ما هو حلاوه يلا يلا سيف ابوي خلاص عندك ترى 10 ما من كثر ها عثمان اسحب عثمان عثمان اقطع عادي عادي يلا شوف اعطني بالونه طيب واحد ياخذ بالونه يلا كل واحد ياخذ حلاوه حلاوه ها خذ حلاوه يلا نفس لون الشلك حق البالون شوف يطيرها من الرشاش لا انت انت اسمع انت معانا انت من ضمن امسك ابو طيب شوف لو بدك اقرا كل واحد يشوف اللي طيب. قطه مع اخوانك مدري عوض تستعجل لي ولا عليك امر شوي ابشر بساعه طاعه طاعه طيب ما عليك نجيب امسك امسك طيب والله انا ادري عنها امسك باسم مين وش رايك اساعدك احمد طيب الرزق كيف انت خذيت هذا حق عبد الله فريدي مبلي حق عبد الله انت عبد الله واحد انا اختار مبلي طبعا استاهل عبد الله لان اعداد الفقره من قبل رجوع المتسابقين نعم نعم طبعا كل رساله للمتسابقين الموجودين هي رساله لجميع المتسابقين سواء اللي رجعوا اليوم او راح يرجعون في الايام القادمه المركب واحد يا عبد الله الكرعاني المركب ايش المركب واحد طلع انت سمعت مني انت طيب طيحنا عبد الله مسلط الجبيلي وينه ابو عيد شلونك ورقتك مع ظرفك معك هي وعبد الله الروقي
طيب تجون معي بس شوي استاذنكم شينا واحد يميني واحد يساري لا لا شوي 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 احمد العوض بس حبيبي احمد بوديك وينترلاند بعد بعد ما تخلصوا حفل النهائي بوديك وينترلاند احمد طيب مشينا خلونا نوقف هنا بس ولا عليكم امر تفضل مشينا طيب طيب هذا ظرفك نعم عبد الله الروقي وهذا ظرفك يا مصوت الجبل طبعا انا اقول عجبا عجبا لهذه الاظرف كيف أن استطاعت أن تحمل بداخلها عظيم هذه المشاعر مسلط الجبلي اقرأ رسالتك ونشوف من مين وإيش محتوى الرسالة طبعا عشان أحط المشاهد الكريم في الصورة هذه الرسائل من أمهات المتسابقين شعورهم في شعورهم عندما قبلوا أبنائهم في البرنامج وشعورهم عندما وصلوا إلى المرحلة النهائية طبعا واسمحوا لي مشاهدين الكرام أني أستبدل كلمة أبنائهم إلى أبنائكم لأن كل هؤلاء الشباب هم أبنائكم أنتم ليش؟ لأنهم طوال الأيام الماضية قاعدين يحترقون في الرياليتي وقاعدين يتعبون ويجتهدون كله عشان إيش؟ عشان يرضيك يا والدنا وعشان يرضيك يا أمنا أسأل الله جل في علاه أن يطيل في عمرك عمر أبوانا جميع وعمر أمهاتنا يا رب يا كريم اللهم أمين مسلط الجبلي تفضل أول شيء الله يخليها لي ويرزقني برها اللهم أمين في البداية أنا ما توقعت أن مسلط الله يخليه لي ويحفظه في شارك يوم كلمني وزاد يعيد علي مرة ثانية ويأكد لي بالمشاركة وأن اللجنة أهدته الوردة وفرحت له وانبسطت لأنها رغبته وأنا من رزقني الله بمسلط وأنا ما عشت إلا عشانه ولا أفرح إلا معه ولا لي في هالدنيا إلا مسلط مفتخرة بمسلط فخر الدنيا كلها دائم رافع راسي وراس أبوه وأهله وربعه وخياه جعل يومي قبل يومك يا نظر عيني ويا هنان الله أمك تشوفك وش حاب تقول الله يخليها لي ويرزقني برها وبإذن الواحد الأحد مثل ما جيت للبرنامج هنا ووعدتها أني أهديها أحد المراكز بإذن الواحد الأحد أني نهديها أحد المراكز قريبا بإذن الواحد الأحد وخلاص البرنامج على نهايته وبجيها بعد كم يوم إن شاء الله والأمور طيبة وإن شاء الله أني مسعدها ومقدم اللي يرضي الله ويرضي والدي الله خليهم لي ويرزقني برهم صراحة الكلام اللي في خاطري واجد لكن شكرا عادل هيف على هالفقرة الجميلة اللي خلتني أشوف الرسالة اسمح لي أقول لك قبل أروح لعبد الله الروقي أنت تقول في ثنايا حديثك وكأنك ترمز يعني أن أمك هي بالنسبة لك يعني شيء عظيم وهذا طبيعي جدا لكن تأكد ورسالتي لوالدة مسلط الجبلي تأكدي تماما أن هذا وإن كان وحيدك هو هدية الله إليك فاسأل الله جل وعلا أن يطيل بعمره ونرزقه برك يا رب يا كريم الله يسعدك يا ابو هي يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا مسلط خليك معي لين نخلص من مشاعر عبد الله الروقي تفضل عبد الله ابشر يا ابو هيف الشعور عندما اعطاني خبر تقديمه على البرنامج اول ما اعطاني خبر ما استغربت لان له مشاركات سابقه لكن حماسي هذه المره كان مختلف تحمست وكنت واثق انه بيكون له نجاحات باذن الله باذن اللي ما تنام عينه لاني اثق فيه واجد وكنت وما زلت مبسوطة فيه وبكل شيء يقدمه عسى الله يوفقه وين ما يكون وعبد الله من قبل وصوله وهو في عيني آخذ المراكز الثلاث كلها وما توفي شيء من إبداعه حتى حبيب أمه إن شاء الله ما تتعداه والدتكم عبد الله الروقي أنا أقول الوالدة طال عمرك لولا الله سبحانه ثم توفيقه ورضاها ما كنت يعني إن شاء الله أني موفق في كثير من الأمور الوالدة بالنسبة لي أنا كل شيء في الحياة ويعني محبتي لها ما توصف أسأل الله سبحانه أني يتمم علي أني أبلغ أنا وإخواني دائما رضاها ويطيل في عمرها على طاعته ولها وافر تحياتي وتقديري كل شيء قدمته لها وأقل مما تستحق ولو قدمها روحي أعتبر مقصر
وما شاء الله يتم دائما رضاها عليه. رضاها عليه الله يخليها لك والله يحفظها لك يا رب. يا كريم شكرا لك عبد الله الروبي. عفوا يا حبيبي. شكرا لك مصلب الجبلي. تقدرون تتفضلون بوافر المحبة والتقدير. طيب انا الان استاذن من عبد الله الفريدي. يا ليت يا عبد الله تشرفني انت وعثمان الجنيبي. طبعا والشباب قاعدين يقرون رسائل امهاتهم في منتجات تعرض لهم او مقاطع بدايه تصفيات الى خبر قبولهم بشكل رسمي بعد التعليقه او ما يسمى التعليقه الى وصولهم الى المرحله النهائيه. ونرجع بشريط الذكريات. عثمان الجنيبي تفضل. ولدي عثمان وانت بكرام ان شاء الله. وانت صغير كنت دائم تقول لي اوعدك يا امي ان تكون رايتي بيضة دوم في حلي وترحالي. وانت دوم من صغرك الى كبرك رايتك بيضة في الحل والترحال. ما اشوف منك ولا عثمان استأذنك بس. والدتك تشوفنا الآن وأنا متأكد أنها قاعدة تشوفنا وهي فخورة فيك. عبد الله بيقرأ وبرجع. حقك. لا فرين. الله يخليها لك يا أبو عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان تقديم عبد الله على البرنامج بطلب مني وبارك الخطوة وقدم، وكنت واثقة بالله أن عبد الله بيقبل لما يملك من مواهب متعددة وطموح كبير، فأبدع وتألق ولله الحمد حتى وصل للنهائي بتعبه وجهده. وكل فخر اليوم بوصوله للنهائي، وكل أمل بالله أن يبلغه أو يبلغه كل أمنياته وطموحاته. وفي الختام أسأل الله لابني عبد الله التوفيق والنجاح، ولزملائه التوفيق والتيسير، وأن يجمعهم على الخير. والدة عبد الله الفريد. الله يسعدك يا أميمتي وخليت لي وطول بعمرك. إن شاء الله قدمت علشان أمي ومبسوط، ماني متحسف. أي شيء يسويه الشخص عشان والديه ولرضى والديه شيء مستحيل أن يتحسف عليه. الحمد لله أنا مبسوط جدا ان الكلام هذا دليل على رضا الوالده علي ورضا الوالد برضه يعني على الشيء اللي انا قدمته. والحمد لله انا عبد الله الفريدي راضي عن الشيء اللي قدمته. فاقول الله لا يحرمني برت، والله يطول بعمرك ان شاء الله، يمتعت بالصحه العافيه، وباذن الله كلها ايام قليله واجي احب راسك واحب رجليك واكون عندك يا اميمتي الغاليه. شكرا يا ابو هيف. الله وجهك عبد الله الفريدي. استاذنك لك معي بس. تفضل عثمان. أكتفي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من كنت عليه ساخط ومرضي لوالديه كنت عليها راضي، ومن أكون عليها راضي وساخط بوالديه كنت عليها ساخط. فاستشهد بس بهذا الحديث واسترسل فيه انه ان شاء الله قدمنا اللي عندنا. دموعك تتحدث يا عثمان. صلى الله جل في علاه يطيب عمر والدتك على طاعتك، على طاعتها وعلى طاعه الله سبحانه وتعالى. انا حتى لما عرفت اتحدث في مثل هذه المواقف تضيع الكلمات. وجعلها ما تنزل للفرح يا ابو عثمان. تعال يا ابو عثمان. طبعاً أبلغ المشاعر وأصدق المشاعر هي تلك التي توجه وتكون وليدة اللحظة تجاه أمهاتنا. نسأل الله جل وعلا أن يطيل بعمر
من كانت ولدت على قيد الحياة هو أن يرحم من توفيت والدته. فهد فارع أستأذنك طال عمرك وأستأذن أحمد العوض. تفضل أحمد العوض وفهد بن فارع. أبدأ بفهد بن فارع. تفضل يا فهد. خلها معي. سلام. يقول شعوري عندما طلب مني المشهورة للدخول للبرنامج كان ما بين القبول والرفض. الرفض بسبب البعد وطول المدة، والقبول ثقتي بابني فهد. أينما وضع أينما وضع إبداعه. وشعوري عندما قبل في التصفيات كنت سعيدة جدا، وشعوري عندما تأهل للنهاية كنت واثقة أنه يستاهل، وأشعر بالفخر كوني أمه. ولك مني خالص الدعوات والله ما أدري شو أقول، لكن من والدة فهد فارع الله يبيض وجهك. ما أدري شو أقول، لكن الله يرزقني برها. البيت شو أقول أنا، لكن أنا رجال عشانك أمي. عندك خبرة لي؟ ألو كاد الله يرزقني برك إن شاء الله، والله يسعدكم فوزان وعلى رأسي من فوق، وأبشر إن شاء الله بمركز يليق فيك وتفرحي فيه بإذن الله. والله بيض وجهك هذا البارح. سألك خليك معي بس نسمع من أحمد العوض. تفضل أحمد العوض، افتح الظرف. فتحنا الظرف يا طويل العمر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى ابني الغالي أحمد. فرحت لك لما نويت، لما نويت تقدم في البرنامج فرحت أكثر لما انقبلت، وتمنيت أنك تحقق اللي نفسك توصل له، والحمد لله رفعت راسي وفخورة جدا في اللي قدمته، وفرحتني فرحتي كبيرة لما وصلت للنهائي، وأتمنى لك المركز الأول وواثقة فيك. الله يوفقك يوفق من معك والدة أحمد العوض. أول شيء يحييها الطاري، ثاني شيء أنا والله أنا فخور أنك أمي، مو أنت فخورة أني وصلت المكان هذا، لكن ما بقول غير دائما أقولها يا أم، أن الله يكتب لي اللي فيه خير لي وللي معي، ويكتب لي خير بهالدنيا، والله يرزقنا المراكز الأولى بهالدنيا بإذن الله تعالى، يرزقناها بالآخرة بعد. فأبد افتخري وبإذن الواحد الأحد، إحنا ما نسوي اللي يعجبك، يريح ضميرك ويريح خاطرك، والله يكتب لنا اللي فيه خير. بيض الله وجهك أحمد العوض. اسمح لي بس فهد بن فارع، لو تعطيني رسالتك بس شوي تحطها لي هنا بس. طبعا الرسالة هذه لو تنشرها ما هي للبيع. أمون عليك يا فهد بن فارع، والدتك والدتي، الله يطول عمرك. في كثير من الأشخاص اللي قاعد يشوفونا الآن، ممكن تقعد تشوفنا الآن وتوفيت والدتك، ولا يوجد لديك شخص يزف إليك مثل هذه الكلمات، وقبل هذا كل هذه المشاعر. لذلك هذه الكلمات صدقة نية عن فهد بن فارع ووالدته. ما طارت، اعتبروها طارت. الله يسعدك ويسعد أمورك يرحم والديك. والله ما خليها في خاطرك. والله تطير. أنا ما بالبلون تطير. أبي الكلمات تطير. طيب. والله تطير. هذه شوف رسالتي والله تطير. شوف والله ما خليها بخاطرك. هذه رسالتي تقول إنه تطير. طيب. خلونا نشوف اثنين الشباب الباقيين معنا، زايد بن سابر ومحمد العبيان. إذا كانوا ضحكوا علي لا يجون. ضحكتوا علي زايد بن سابر ومحمد العبيان. عادي. هاي تعال. يعطيك العافية أبو هيف. الله يعطيك العافية أبو هيف. شوف عادي بطير وقال حاله، لأنه انفعتهم ساعة بدون الظرف، الظرف يجي. يا جماعة الخير أنا أنصحكم لا تتفلسفون واجد. هذه نصيحة وهذا يعني هذا مشهد عظة وعبرة. شوف شوف أنا حلفت بالطير إن شاء الله يا عادي، بإذن الله نقدمك اللي تبيه وأنا أخوك أبو هيف. ما عليك. لازم تشوف أسامي بروفيشنال. بس يا جماعة أستاذنكم بس. معلش أحمد عوض. عثمان الجنيبي بيض الله وجهك، عبد الله الرزقي يبقى معي بس زايد بن سابر اذا تسمح لي بقدم كلمه. عادل شوف يا اخي شكرني طيب والله بيض الله وجهك. اول شيء خاني التعبير اول، لكن اقول يا طويل العمر ان الحمد لله على وصول النهائي
واشوفها اكبر ان شاء الله رضا لي في مسيرتي هذه ان شاء الله. الوالدتي والله يرحم والدي وبعون الله مكملين الين اخلص ان شاء الله، والوعد في عمان. بيض الله وجهك يا عثمان جنيبي، استاذنك زاد بن سابر. والله انا من قبل شوي اني ما حبيت اني افتحها، شفت شبابك حبيت اني اقراها هنا، ان شاء الله اني اقدر امسك نفسي. اول ما قال لي انه بيقدم في البرنامج كنت خايفه ومتردده وشايله هم البعد والمده الطويله اللي ما بشوفها فيها، لكني اطمنت من ناحيه انها بيكون قدامي على الشاشه واشوفها دايم. مشاعري اول ما انقبل كانت فرحه عظيمه وصعب اني اوصفها، لكن كنت واثقه في زايد تمام الثقه في قدراته وابداعه، وان القناه والناس كافه راح تعجب في شخصيته، ومتاكده انها بيرفع راسي ويجملني، وعز الله انه كان قدها. وصول زايد للنهاية واستمراره في البرنامج تخطيه البرايمات هذا اشوفه اكبر انجاز، هو توفيق من الله عز وجل، ثم اجتهاده دعواتنا الصادقة له هو واخوانه من والد زايد المسابر، الله يجعلنا فداها. هالكلام والله يا ابو هيف ما اتوقع ان في احد يظلم مني كلام في الموقف هذا، لكن اللي اقدر اقوله الله يجعلني في درجولها، واكثر شيء اتمناه الحين انها تكون قدامي، لكن عسى الله لا يخليني منها ان شاء الله. هذا اللي اقدر اقوله ابو هيف. البعد بعد الارواح وليس بعد الاجساد، وهي اكيد انها بداخلك مش قريبه منك، حتى اكيد انها بداخلك وانت بداخلها. اي والله عسى الله لا يخلينا منها يا ربي. الله يخليها لك يا رب. اللهم محمد العليا. أنا قبل أن أبدأ أطير دي عشان أفتك منها. سؤال، أنتم مستشعرين الآن فخر أمهاتكم، هم قاعدين يشوفونكم على الشاشة. أكيد أكيد يا أخي، شعور عظيم جداً. شعور والله عظيم. محمد الله يحفظه قدم على البرنامج وكنت كلي ثقة في قبوله، لأني أثق في قدراته ومحتواه، ولما انقبل كانت فرحة كبيرة أني بشوف ولدي حبيبي بإذن الله ناجح وتارك أثر ويحبها الصغير قبل الكبير. بعد تجاوز البرايمات وتأهل محمد للنهائي أعتبر هذا فوز بحد ذاته، ودعواتي الدائمة له أن الله يحفظه ويوفقه، وعقبال فرحتي فيه ما أخذ أحد المراكز والدة الشامخ. اللي أقدر أقوله الله يطول عمرك ويخليت لي ويجعلني في دار جليت ويجعلني أسد قبرت. والله الكلام في المشاعر في اللحظة ذي متلخبط وتصادم في المشاعر، لكن الرسالة ذي أعرف يوم أنها جعلتني في قمة في أعلى قمام السرور والفرح والشموخ. الله يطول عمرك ويخليك لي. الله يحفظها لك يا رب. خليك معي بس، ولا عليك أمر يا محمد العبيان. زايد في خاطره، ما هو شعور في خاطره، عفوا ما هو كلام في خاطره، شعور. في بيتين أذكرها يقول: أمك ما غير أمك، وطني ابن الأجواد، فرصة حياتك ضمها واغتنمها، في حضنها رحمة وقصة وميلاد، ما يكفي الجنة مواطي قدامها. أمك ما غير أمك، وطني ابن الأجواد، فرصة حياتك ضمها واغتنمها. سلامتك. فرصة حياتك ضمها واغتنمها. اي والله. شكرا محمد العبيار، شكرا سيد. الله يرحم والديك. شكر كذلك لما قبل عادل بن، هو الشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام. الآن نتجاوز 10500 مشاهدة في البث المباشر باليوتيوب، ما شاء الله. نفرح وفي نفس الوقت هذا يعطينا مسؤولية أكبر أن نقدم شيء اللي يرضيكم. وأنا أقول لكم خلوكم معنا، لسه ما خلصنا في أشياء إن شاء الله راح تسعدكم في فقرة رأس المال. أستاذنا الآن من عبد الله الكرعاني وسيف المطيري، تفضلون. شكرا زايد، الله يرحم والديك. شكرا محمد. ما طول عمرك. عبد الله كرعاني تفضل. طبعا الان باقي بس عبد الله الكرعاني ونختم بسيف المطيري. عبد الله الكرعاني مرحبا. الله يبقيك. يا مرحبا يا سيف. يا مرحبا بك اكثر. يا هلا والله. وركتك معك صح؟ اي نعم. طيب
عبد الله كرعاني تفضل. أزورك. نفتح الرسالة دي. إيه. نتكلم. لا لا لا. اقرأ الرسالة الآن. نستعرض مونتاجه الآن. يا عبد الله كرعاني أيام قبوله في تصفيات البزنس إلى أن وصل إلى المراحل النهائية. اقرأ الرسالة. رسالة قبل أن تقرأها بلسانك يا عبد الله الكرعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعوري أثناء قبول ولدي عبد الله فرحة لا توصف. كنت واثقة فيه وفيما لديه من واقعية جميلة وروح اجتماعية وأخلاق يتعلم منها الصغير والكبير، ولم يخيب أملي فيها أبدا، وكان قد الهقوة والأمل طيلة أيام البرنامج كافة. أثبت قوة صبره وثبره واحترم عاداته وتقاليده وتربيته، وكان خير مثال في اهتمامه بمسجد الله ونظافته وتعطيره. فأسأل الله العلي العظيم أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب له الخير ولإخوانه المتسابقين الغالين. وشكرا. أمك شرها بنت عوض. هذه أمي الله يطول عمرها يرزقنا إن شاء الله برها. وأنا شفت الشباب كلهم قرأ رسالة الأمة، قرأت إن شاء الله رسالتي لها لأمي، فاكتبت فيها أبيات تسمح لي أغنيها يا أبو. إيها بنت شيخاني نومس كل قحطاني، أمي اللي رضاها ما يكلفني، والله اني لشوف سحل الضمياني، ما بارد دمع عيني ولا بارد جفني. وان شاء الله باذن الواحد الاحد اني ما ارجع لها طال عمرك الا بالمركز الاول باذن الحي القيوم. ونشكرك ابو هيف، وعلى ما قال مشاعر اختلطت ما بين حزن وما بين فرح، على ما قال ان شاء الله ان قدمنا الشيء الطيب، وإن شاء الله أننا مثلنا أنفسنا وهنا وقبايننا وديارنا خير تمثيل، والجمهور اللي ورانا ما قصر داعمين ومشاركين، وأيضا حتى اللي دعمنا وحنا ما ندريبه ولا نعرفه، هذا من محبة الجمهور لنا ومن طيبهم. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا إن شاء الله بحد المراكز، وبإذن الله حنا ندخل على الأول على ما قال. حنا نتعلم من محمد بن فهد بن جخد بن السعدي، ندخل دائم على الأول، وإن شاء الله أن الأول لنا بإذن الواحد. موفق خير يا عبد الله كرعاني. استاذن خليك بس قريب مني. يا مرحبا يا ابو هيف. سم مشاعرك. والله مشاعري ما ادري ايش اقول صراحه. اسمح لي اني اعطيك هذه العصا انت تتكئ عليها، لانك انت من تحتاجها اليها الان، لان مشاعرك انا متاكد حينما تقرا رساله والدتك راح تكون ثقيله، تحتاج انت تتكئ على خشم. تفضل. الله يرحم والديك. مشاعري لما والده قال انه راح يقدم على برنامج، بداية الفكرة كانت رافضة خوفاً عليه، لأنه متعودة على مو متعودة على بعده. من هو صغير أصر علي وأقنعني، والحمد لله أنه خاض التجربة. مشاعرها بعد ما تأهل النهائي أكيد فرحانة، والحمد لله شافت تأهل النهائي وفالك المركز الأول. أم سيف أقول الله يخليك لي ويطول عمرك، والله العظيم أني أتنومس أنك أمي، واني الله يخليك لي ويطول عمرك، والله العظيم اني جدا مشتاق لك، وجعني والله ما عدمك، وان شاء الله كل ابوها فتره 4 أيام 5 أيام وانا عندك في حفر الباطن. والشيء الثاني طرأ على بالي بيت محمد السكران، يقول يمه فقدتك وانا اللي فيه كفيني، كلميني شتتي ياسي، البيت نوره طفى والمجلس الطيني، بعماسي اجيه واطلع منه بعماسي. الله يبيض وجهك يا ابو هيف، ولا قصرت والله يا ابو هيف اني اتكلم صحيح، ان ما يفرحنا الا الرسائل اللي تجي، بالذات في اوقات احنا نحتاجها، لان الرسائل لا نشوف الكلام اللي برا ولا نشوف كلام الناس اللي برا لنا وحتى هنا. فبيض الله وجهك على الفقره المميزه والمقدمه المميز، والله يرحم والدك. والله اني مستمتع جدا بفقرتك، وكل فقره تجي يمكنك تلاحظ اني ما عمري غبت على فقرتك. الله يسعدك. دليل انها تهمني وتهم اخوياك. الله يسعدك. وفي شيء انت متى بتختم الحين ولا؟ لا باقي عندنا شيء لطيف جدا وراح يسعدك ويسعد الناس. قبل لا تختم بك. طيب ابشر. بس. طبعا خليك سيف معي موجود. طبعا بما ان ختم سيف في محور الامه، نتذكر يعني في اليوم 30 يوم كنت متسابق بكاريزما. نعم. يعني لان انا اشعر بمشاعركم، انا قلت
اكتفي ببيت واحد. يمه يمه لي اضاق صدري لا تخليني. يا سلام. انا بدونك على الدنيا ولا حاجه. انا اشهد. استاذنكم جمهورنا الكريم، احنا نرجع لمقاعدنا ونكمل الابداعات معكم. تفضلنا يا شباب. تفضل. انا شوف من احترامي للجمهور ما بيعطيهم ظهري، شفت؟ شو رايك تصريح حلوه؟ طيب بس عشان احنا ملتزمين بوقت يا جماعه. طيب عشان بس اني ما تعتبر غيبه ولا نميمه، ترى والله اني من اليوم اضحك عذرا من محبتي لك يا عادل. تسلم يا احمد العوض. طيب اضحك شيء. والله اني ضحكت احمد العوض، بس لاني انا الان مخنوق جدا عشان الوقت يا جماعه، مخنوق جدا عشان الوقت. طبعا الشباب المتواجدون اللي شرفونا الايام اللي طافت من المغادرين سابقا، طبعا كل ام هي ام لك صحيح حبيب قلبي، والكلام موجه لاخوي سلمان وعبد الله الرزقي وعبد الله الشمري واخوي الجميل جدا مسفر ابن رميثه. طيب خلينا نطلع المحور اللي بعده. بس قبل أطلع المحور اللي بعده مهم جدا إني أطلع المحور اللي بعده وأنا مختم معكم. يلا تفضل. إذن أشتري. يقول لك كم كتبت القصائد وكم بدعت الفريد وكم ممثلت ربعي في محافل كبار، بس والله مدري ويش علم الجديد، كل بيت كتبت هي أنت ترك الغبار في تعابير وجهي والملاقى سعيد، بس في وسط صدري والمعاني غزار، شاقني يشوف منهي يشوف هاليوم عيد، واستهاضت بيوتي بعد وضح النهار، والله اني يا امي وسط ربعي شديد، والله اني يا امي وسط ربعي شديد، لو تطيح دموعي ما خلفها انكسار، قوتي مع عزومي صامده كالحديد، جيت حرا عزيزا وسط ناس حرار. طيب تفضل يا توك الطيب. طيب بس شوي عشان اوقف مره واحده، عشان بوقف مره واحده، لا باقي نوزع عليكم الكيك، عشان اوقف مره واحده. تفضل يا سيف. لا تفضلك، تعال بالله معي شوي. ابشر. تبي نطلع برا المنتجع ولا؟ لا لا هني. انا مخطئ عليك في شيء. لا لا بس في كلام انا بقوله لك. سم هذه اللي لقيتها. انا اقرا على الهواء. ايه شوف. خالد محمد احمد جعفر. اقراها. سم. السلام عليكم الى عادل بن هيف. ولدي حبيبي. ولدي حبيبي، اسال الله ان يبارك لك وان يوفقك ويحفظك من كل شر. مشاعري سعيدة حينما أرى ابني يقف وراء طموحاته، ولما أشوفه خلف الشاشة كمقدم تلفزيوني ومحترم ذاته والآخرين، ولما كان يحلم بهش لما كان يحلم بهالشيء وصل له بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم باجتهاده. الله يجعلك من توفيق التوفيق ويحفظك من كل شر يا رب العالمين. أمك الله يجزاكم خير. طبعا انا فوجئت بالرساله هذه، واشهد الله واشهد الله وملائكته وخلقه اني ما كان عندي خبر فيها، وانا كنت مؤجل الشكر لوالدتي لختام الحلقه، لكن كلام ودي اقوله في اقل من 30 ثانيه. يمكن والدي ووالدتي هم يشوفوني الان، بعد ما دخلت في زحمه الاعلام بدأوا يعانون من غياباتي المتكرره بسبب ضغط العمل، ولكن مما يواسيهم ويجعل هذا الجرح او يضفي بلسما على جرح الغياب نوعا ما ان يشاهدون تألق ابنهم امام الشاشه. اسال الله جل في علاه ان يجعلنا مباركين اينما حللنا وارتحلنا. شكرا لكم. طيب انا بما اني ما كنت ادري يا جماعه، هل باقي شيء في الاربيز؟ باقي مقطع بعد كذا كثير. متسابق بدا، شخص بسيط اتى للعاصمه حاملا معه احلاما والكثير من الأحلام أيضا. بدأت الرحلة بصعوبات وتحديات للجميع، لكنه كان يملك طموحا عانق السماء في تباهيه. حماس بدأ به رحلة البحث
عن الطريق الصحيح، ذاك الذي سيقوده لبداية تحقيق الهدف. مرت الأيام، وقوف وسقوط، صبر ويأس، نجاح يردفه فشل، لحظات تأثر بها وأخرى هان بها عزمه. سقط لكنه وقف، وقف دون أن تكون هناك أيد تحاول مساعدته حتى، فقط هو ولا يسنده سوى أحلامه التي خرجت معه من مدينته الصغيرة كي يحققها واحدة تلو الأخرى. نافس نفسه في الوقت الذي كان الجميع في منافسة بعضهم البعض، كان هو في عالم آخر يرسم خطواته، وها هو يمشي على تلك الخطوات بخطى واثقة. يا من هندست الحرف تلو الحرف كي تكون جملة تصل لجميع العقول، يا من ملكت الحروف طوع يديك وامتلكت الصوت الرخيم الذي يميز أي حرف تقرأه، أنت رأس المال في أعين من يرون الحلم الذي في نظرتك، من يثقون بك ويحبونك، ولطالما كنت عادلا في رد محبتهم أضعافا مضاعفة بإنجازاتك. عادل، الرجل الذي تهوى الشاشة عرض صورته بداخلها، صاحب الكاريزما التي لا يصل إليها أحد. لاحق أحلامك بنفس الشغف الذي نراه في عينيك عندما تتحدث، بنفس حبك لمواجهة الصعوبات وهزيمتها الذي نستشعره في صوتك عندما تتحدث عما ستحققه بالمستقبل. لنراك في ذاك المكان، المكان الذي لا يستحقه أحد سواك. محبيك، دعم عادل بن هيف. الله يرفع قدرك، الله يسعدكم. يا عادل، الله يسعدك. يا عادل، الله يسعدك. اقسم بالله نرفع لكم عقال، والله نرفع لكم عقال، والله نرفع لكم عقال، والله نرفع لكم عقال، والله نرفع لكم عقال، جعل من جاركم بالجنة، والله نرفع لكم عقال. شكرا يا عادل، والله نرفع لكم عقال. شكرا، شكرا يا عادل، والله نرفع لكم عقال. شكرا يا عادل، شكرا يا عادل، والله نرفع لكم عقالي. طيب والباقي اياكم، صلوا على رسول الله. اللهم صل على، والله العظيم اني لافرحكم الليله ولافرح المشاهدين، بس اسمحوا لي انا والله العظيم يا جماعه الخير اني ما ادري عن المونتاج هذا ولا ادري عن الرساله هذه. شكر، شكر خاص سواء لشركاء نجاح عادل بن هيف او لفريق اعداد فقره راس المال، اخواني واخواتي اللي صدموني وسعدوني بهذه المفاجاه. اسال الله جل في علاه ان لا يفجع قلب اخوكم فيكم، لان احنا قبل البرنامج كنا زملاء عمل، الان احنا اخوانكم وانتم الكلام يضيع. اول مره ما اعرف اتكلم. طيب اللي في مشاعري معلش معلش عيال. طيب صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. طيب طيب صلوا على رسول الله يا جماعه الخير. طيب انا بس تسمحكم تجلسون بس شوي، الله بيض وجهكم. سيف المطيري، وين سيف؟ سم، لا تصدق من يتحدث إليك بثقة المرتبك أصدق في مثل هذه اللحظات. طيب طيب خلوا الكيك آخر شيء، نوزعه آخر شيء تمام، عشان نأخذ بعده صورة جماعية. خلوني الآن أشكر، خلوني أشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أول شيء من لا يشكر الناس لا يشكر الله، عبد الله الكرعاني. طيب صل على محمد ابو شايع. من لا يشكر الناس لا يشكر الله يا جماعه الخير. اولا اشكر في ختام فقره راس المال، حلقات كثيره عشناها معكم جمهورنا الكريم، الان لا يوجد لدي الا ان اقول شكرا لمجلس اداره قناه الواقع الفضائيه، ممثلا في الاستاذ ابو صالح ابراهيم الحسين رئيس مجلس الإدارة، وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة أبو عبد العزيز. والشكر موصول كذلك إلى أخي، أنا أسميه أخوي الكبير، أبو عبد الله الأستاذ ناصر الغامدي، اللي حقيقة كلفني بمهمة استاهل الشكر.
كلفني بمهمة أني أدير فقرة رأس المال، والشكر كذلك موصول لمن استلم دفة إدارة قناة الواقع بعده أستاذ زياد الشهري، استاهل أبو سعد. والشكر كذلك موصول للطاقم الفني والطاقم الإداري، والشكر كذلك موصول إلى من؟ بكل تأكيد إلى أسرتي الصغيرة، والتي يعني أنا كنت راح أتحدث عنهم في هذا المحور، ولكن رسالة والدتي اللي فاجأتني استبقت أو سبقت المحور هذا بالحديث أثناء الرسالة. والدي ووالدتي وأخواني وأخواتي الله يعطيهم العافية جميعا، ومحبي عادل بن هيف أيام ما كان متسابق إلى أن كان مقدم، وما هي إلا بداية، وأنا بدعمكم سأمضي نحو الهدف بحول الله وقوته. كذلك الشكر موصول لإخواني كلكم بدون استثناء، اللي موجود على يميني واللي موجود على يساري، والشكر كذلك لمن غادرنا. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا، وسامحوني إذا أنا قصرت في أي شيء، وتأكدوا تماما، وليتأكد المشاهد الكريم لو قصرنا في شيء تقصير عفوي، والله لا تعمد أن نخطئ على أحد، بل حبينا أن احنا نضفي السعادة عليكم جميعا. وخلوني الله يرفع قدرك ومن يسمع، وخلوني أشكر في ختام الشكر فريق إعداد رأس المال، أنا أسميهم أسرة رأس المال حقيقة. يعني أنا كمقدم، وكلمة أسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، أنا كمقدم كل اللي أسويه فقط أني أخرج هذا المحتوى الإبداعي أمام الشاشة. التعب كله على الأخوان والأخوات المعدين والمعدات، شكرا لكم. وأنا أطلب منك، والدي والدتي يعتبروني ابنكم الصغير، ويطلبكم طلب أنكم تدعون دعوة في ظهر غيب، أن الله يسعد يوفق جميع الأخوان والأخوات المعدين والمعدات في فقرة رأس المال، اللي عاشوا الحلقات جميعها كلها وتعبوا ليلهم ونهارهم عشان يضفون السعادة عليكم وعلى أبنائكم. وأنا أرجع أقول على أبنائكم، لأن كل شخص يقف بيميني وبيساري هو ابن لك أنت طال عمرك، وابن لك أنت طال عمرس. فيه شكر ختامي، بس أتمنى أن نسمع ثمان الله عشان الشكر هذا، ألا وهو شكر لك أنت طال عمرك رأس المال. أنتم جمهورنا الكريم، الإبداعات هذه كلها أنتم قاعدين تشوفونها، هذه إبداعاتكم أنتم فقط، حنا ناقلين فقط. شكرا لكم على دعمكم، شكرا لكم على تحفيزكم، شكرا لكم بعدد ما كتبتموه من حرف، وشكرا لكم بعدد ما منتجتم من مونتاج، شكرا لا توفيكم حقكم. أقدر أقول أنا عابر في هذه اللحظة، أنا عابر، والمتسابقين كذلك، كل متسابق عابر. الفرق بين شخص وشخص، شخص يبقي له أثرا يذكر بعدما يرحل، وشخص إذا رحل ما حد سأله. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يصنعون الأثر. أنا الآن شكرت، أستأذن الآن أبي سيف المطيري يوقف معي، الله يسعدكم، معليش. طيب سيف المطيري، لبيه، تفضل طال عمرك. لو ناخذ كلوز عليها بس، كم بداية هي اللي تناخذ كلوزات، اقراها. وش موجود هنا يا ملك الرياكشنات؟ ملك الرياكشنات طبعا. يا سلام. الكيك هذا المقدم اول شيء هو مقدم من أسرة رأس المال لكم يا شباب، وانتم تستاهلون حقيقة، وقليل من كثير تستاهلونه. فالشكر كله شكر كذلك لمتجر إبهار، اللي أتمنى من الإخوان في الإعداد يظهرون الكاشات حقته اللي أتحفونه حقيقة بهالكيك اللطيف، ما شاء الله تبارك الله. طيب تفضل سيف، تفضل يا حبيب قلبي يا أبو فهد، الله يرحم والديك. طيب الشخص اللي بعده فهد بن فارع، تفضل الله يسعدك. أتمنى من الشباب أنهم ما يأكلون الكيك، يأكلونها في الختام، لأن بعد ما نوزع الكيك بنأخذ صورة ختامية. طبعاً اقراها يا فهد. ألف مبروك للفوارع. وين ألف مبروك؟ ما في ألف مبروك يا أستاذ. يا ابن أخي تبيعنا هوا كذا. الفارع الفارق. الله يطول عمرك وبيض وجهك. هذه لازم تكتب. أنا بارك نفسي. الله يرحم والدينك. هذا الفارع الفارق. تمام.
الله يعطيك العافيه ويرحم والدينك وبيض وجهك ابو هيف. الله يسلمك. اشكر اسره راس المال. الله يرفع قدرك. طيب عثمان الجنيبي تفضل. من يساري تكفى. بس نستعجل يا شباب. ايش مكتوب؟ الرامي الفذ. يا سلام. الله يعطيك الف عافيه يا عثمان تفضل. طيب. طيب نقول عبد الله الفريدي تفضل. انا بدعيكم بناديكم الان بألقابكم. الفريد المختلف تفضل. طقمين يا محاسن الصدف. الفريد المختلف بيض الله وجهك يا الله يسعدك ابو هيف. سعاده ابديه دائمه. والله يسعد اسره راس المال. سعاده ابديه دائمه. محمد العبيان شامخ منيف. شكرا لك عبد الله. شامخ منيف. الله يطول عمرك يرفع قدرك لا خلو العدم. شكرا عادل الهيك. شكرا راس الله يرفع قدرك. احبكم جدا. الله يسعدك. الصقر العندليب من يا جماعه؟ ها زايد بن سابر. ابي اعرف نفسه تفضل يا زايد. الصقر العندليب يا زايد مثل ما قلنا لكم الله لا يهينهم. الله يعطيهم العافيه. هذه مقدمه من اسره راس المال. الله يعطيهم العافيه الى الشباب. الله يهينهم والله يوفقهم ان شاء الله. طيب عبد الله الروقي بما انك اشرت الى زايد بن سابر الفارس النبيل. يا سلام بيض الله وجيهم. انا خابر. شكرا لك يا ابو هيف. طبعا هذه عشان كلوز بس يلا عشان الجمهور ما يقول انكم تالف كلام من راسك يا عادل مثل ما قلت. تدري ايش النجاح يا ابو هيف؟ نبيك ان نتعلم منك ونكسبك اخوان. وانا اتعلم منك. الله يوفقك يا ابو هيف. عبد الله. طيب طيب شباب لا احد ياكل اتمنى فهد الفارع عشان بتجي صوره بعد شوي. طيب عبد الله الكرعاني تفضل قائد الزعماء عشان تصوير بس بعد شوي. هذه قائد الزعماء. قائد الزعماء عبد الله الكرعاني. الله يرضى عليك. الله يوفقك عبد الله. ولا خلا ولا عدم. وشكرا يا ابو هيف. يا حبيب قلبي ابو شايف. واشكر اللي وراك. الله يرفع قدرك يا حبيبي. طيب احمد العوض راعي الاوله. تفضل احمد العوض. مرحبا الله يطيب فيهم. دقيقه هذه راعي الاوله. شكرا الله. كذلك مجال ابهار نكرر الشكر الله. لهم الله يعطيهم العافيه. بيض الله وجههم. بيض الله وجه راس المال ومن اجمل الفقرات. الله يرفع قدرك. استمتع فيها وهذا واضح علينا. الله يرفع قدرك يا حبيب قلبي. طيب سلطان المواقف تعال يا مصلى. تفضل يا ابو عيد. الله يسعدك ويزاد فضلك. شكرا لاعداد راس المال الله يعطيهم العافيه بيض الله يعافيك. شكرا لك عادل. طيب انا عبد الله الفريدي بما انك واقف او بما انك واقف بما انك قريب طبعا انا ما ناديتك عشان هذه ناديتك عشان هذه بس دقيقه هذه كذلك الله يعطيهم العافيه من اسره راس المال مقدمه لي كاتبين عادل متثاني. شكرا لكم انتم اللي والله متثاني في عملكم. بيض الله وجيهكم على ابداعاتكم وجهدكم طيله الايام السابقه. طيب استاذنك عبد الله الفريدي لو تشيل معي الكيكه بس نميلها شوي. هذه مقدمة من فريق وأسرة رأس المال إلى الجميل القائد لو نأخذ عليها كلوز إلى القائد الملهم يمين شوي أيوه إلى القائد الملهم زياد الشهري. استاهل أبو سعد استاهل. من فريق رأس المال طبعا زياد جهوده تذكر فتشكر والحمل عليه كبير وقدها أبو سعد. فأنا دائما أقول كلمة قلتوها انتم في بدايه البرنامج المركب هذا مركب واحد. عرفتوا كيف؟ ما في احد راح ينجح دون شخص دون شخص. النجاح للكيان والفشل للكيان. وحنا الان ناجحين باذن الله راح نواصل نجاحاتنا يا رب يا كريم. طيب استاذنكم توقفون معي ونستاذن من الاخوان في الاعداد انهم يشغلون عادل الشيله حلانه. طيب دقيقه عيال دقيقه عيال بس دقيقه دقيقه عيال بس بس دقيقه 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 شباب دقيقه عيال خلوكم عيال من اللي باقي سلمان العنزي دقيقه عيال دقيقه خليني برتبكم خليني برتبكم تسمحوا لي دقيقه احمد العوض دقيقه كيكك في جلوس. طيب اسمح لي معلش بس باقي مكان باقي مكان واحد. ليه باقي مكان واحد؟ شباب انتم كاملين الحين العدد كنترول شباب اذا في احد مسابقين
انتوا كاملين الحين صح؟ اي كاملين. إيه. سلمان لا بس باقي سلمان ثلاثة في محلل 1 2 3 4 5 6 فهد فارع وقف هنا شوي فهد وقف باقي الحين خفينا هنا يلا اجلس معك والله خليك كذا خليك بس يعني اوقف معكم انا؟ اي ايوه ها؟ وين انطوي انطوي ما شاء الله في مكان ناقص جنب سيف في مكان ناقص جنب سيف اوقف هنا عند سيف؟ اي راح اصور 14 عادي روح بالنص انت روح بالنص عشان تتوسط الجلسه انت حجبت عبد الله لا تحمسنا يا دقيقه الحين لو وقفت انا عبد الله رزق يا شباب لازم نحل المشكله لازم نحل المشكله ما في احد روح حل بالنص وخلاص في 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 عدم توازن في عدم توازن ابو هيب الافضل انك توقف في النص بس كيف اوقف انا بس ابي اوقف هنا طيب الوضع في عدم توازن لازم احد يكمل الماتش يا هلا فيصل عرجاني تعال كمل وكان احنا قلنا التشكيله فيها عدم توازن هذا وراها الكيكه ما حد لقطها ما حد لقطها فيصل ما انا شكيت باقي انا طيب فيصل اجلس هنا الشيله اجلس هنا ابو مدعس ما اعرف اجلس هنا خلوني انا في النص ابو مدعس الطوال خلوني في النص دقيقه عيال جاهزين بس عشان عشان مبدعنا حبيبنا سمت العاس مصور ديه يلا 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 عشان ابغى ياخذنا يلا بعد لما ثلاثه ثم بناخذنا صوره طيب واحد اثنين ثلاثة الحين تعال لا 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 صبونا قهوة يا هلا يا هلا برجال يا هلا يا هلا برجال أنا والله نقفل لكم والله نزال الحمد لله زين خلصت ما ضرب تعال 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 تع
هلا يا هلا ابو مدع الله يحييك الله يحييك هلا يا هلا في كل مكان وكل من لك وصافي هلا فيكم انتنا عنده وفي هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو يا هلا فيك هلا حطنا انسد وكل من له قلب صافي هلا هلا فيكم انتنا القوة في اهل البزنس كفو يا هلا البزنس يلا يلا عبابكم بس هلا يا دم فوز على طول ما ندان 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 ندان